عم تتواصلي مع سارة لكن وعم بتخبريها بكل شيء، ما هيك؟ لا لا مدام شازمة، أنا مستعدة أحلف لك إني ما كنت عم أتواصل مع سارة من قبل. هي اتصلت لهون هلأ وأنا عم حذرك لا عاد تتواصلي مع بيلا أو سارة، وإلا رح أخرب لك حياتك وتخسري وظيفتك. أنا غيرت طاقم البيت كله وشفقت عليكي وعلى زوجك، وهيك عم تعملي آخر شي فيني يا صابرة؟ أنت كذابة وما بتستاهلي ينعمل معك خير. هيك بتردي لي المعروف اللي عملته معك؟ بسيطة، بتشوفي عم تعطي سارة أخبار البيت لكن معناها سارة حاططك جاسوسة علي وعلى البيت، ما هيك؟ لا يا مدام، أنا ما خبرتها بشي. سارة اتصلت فيني وطلبت مني طلب أنه طلع لها أوراق من الدرج مشان تجي تاخدهم، وقلت لها تجي بكرة. والله هي كل القصة. روحي جيبي الأوراق لكن ما عم تسمعيني، روحي جيبيهم فورا. أوراق لكن يا ترى شو في ببالها هي؟ ايه مدام، هدول الأوراق اللي قالت لي عليهم سارة. اتصلي فيها هلأ وقلي لها تجي تاخد هذا الملف. بس أنا ما بظن أنها رح تجي هلأ، لا تكوني برا. ايه قولي لها أني طلعت على المكتب، خليها تجي تاخد الأوراق هلأ. حاضر. ايه حاكيها من الرقم يلي هي اتصلت فيه، اتصلي فيها فورا يلا. حاضر مدام. خليكي قوية. ايه بدك يعني اجي معك؟ لا انت خليك هون. وينه هداية؟ يلي بعرفه المدام قلعته وانا بشتغل بداله. مين انتي؟ شو بدك؟ بدك تشوفي حدا؟ بعد هيك ما فيك تفوتي بهالطريقة هاي. خليني أخذ إذن المدام بالأول. أنا سارة أحسان حياة فهمان، وهذا هو بيته لأبي. أنا ما في قوة موجودة على الأرض بتمنعني فوت على بيتي. صابرة، صابرة. أهلين أنسي سارة. أهلين فيكي صابرة، جبتي لي الأوراق مو هيك؟ أهلين سارة. كون هدول الأوراق وهلأ هنن معي، وانتي فيكي تاخديهم كلهم، بس طبعاً إذا نفذتي شروطي كلياتها. هيك بتعملي؟ كذبتي علي صابرة؟ وليش عم تحكي معه؟ احكي معي أنا. روحي من وشي. لك انتي ما عندك ذرة خجل؟ بعد كل الزلية اللي انزليتي راجعوا بكل عين وقحة على البيت، معقول؟ وشو بدك تاخدي؟ هالزبالة هاي؟ أنا ما بدي أحكي معك، ما عندي وقت أبداً. أعطيني هذا الملف بس بشرط واحد. أي شرط؟ ليكي أنا رح طالعك أنت وزاهين لبرات البلد، يعني أنا رح ساعدك ورح أوفر لك مصاري وشغل وكل شي بتحلمي فيه، بس انتي لازم تبعدي عن حياة احسان وتنسي للأبد كمان. وايه انتي لازم تقولي قدام كل العيلة من كبيرة لصغيرة انك انتي وزاهين تزوجتوا لانكم بتحبوا بعض. هالشي مستحيل يصير، لا تتوقعي اعمل هيك شي. ليكي اعطيني الوراق من ايدك بسرعة، وإلا انا رح جيب الشرطة معي المرة الجاية، عم تفهمي؟ شو عم بتهدديني ببيتي يا حلوة؟ هاد البيت مو بيتك، هاد بيت بابا. بلا الحق معك، بس هاد أبوكي مو نفسه يلي قلعك إذا ما كنت غلطانة؟ بس هاد بضل أبي، وهاد البيت لبابا، وهالشي بيعني إنه بيتي.
انت لعبتي بعقله وخليتيه يتخلى عن بناته لتاخدي كل مصاري لحالك. بس لا تفكري انه في اب ممكن ينسى بناته مشان مره. انا بكون سارة احسان حياة، وانا رح ضل دايما سارة احسان حياة لحتى موت. ما في قانون بكل العالم بيقول انه البنت ممنوع تاخد حقها، عم تفهمي ولا لا؟ مبسوطة بالبيت لحالك ما؟ بس بدي تتذكري شغلة واحدة، ما في شي رح يدوم للأبد، وما رح تقدري تضلي قاعدة بهذا البيت على طول، لأنه هذا البيت وكل يلي بيملكه أبي كمان ملك لبناته وبس. لهيك لا تحلمي بشي، وصدقيني باليوم يلي بابا رح يكتشف فيه حقيقتك الوسخة رح يقلعك من البيت مثل الكلاب تماما، وكل العالم والناس رح تعرف مين شازمة الوسخة. ورجيني كيف بدك تواجه العالم والناس بهاليوم. هالشي مستحيل يصير حبيبتي، شو الفائدة من كل هاد سارة؟ أوب آسفة مدام زاهين، انتي صرتي مرت الشوفير الفقير يلي صار عاطل عن العمل. ايه بس انا شفقانة على حالتك كتير، تعودتي تعيشي ببيت كبير مثل هاد وهلأ قاعدة مع هداك الزلمة الفقير. لك بالفعل انتي مسكينة، اذا حتى ما عم يشتغل فشو بده يقدم لك غير الفقر والتعتير يا ترى؟ شو ما صار معك أنا ما إلي علاقة، لأنه كل شي بيصير معك هو نتيجة اختياراتك الغلط. إيه بس بيقولوا كمان إنه الزواج أزمة ونصيب، ما؟ وكمان بيقولوا ما بيصير إلا المكتوب، وإنتي مصيرك تكوني مع هداك الشوفير. وهلأ أنا شو فيني أعمل؟ إنتي وقعتي من فوق لتحت يا حرام مسكينة. حالة زاهين ما بتهم، لك على الأقل هو مانو غشاش ومحتال مثلك. صحيح إنه فقير بس ما بيقعد ببيوت العالم وبينصب عليهم مثلك إنتي، وأنا ما بسمح لك تحكي عليه بهالطريقة، عم تفهمي؟ حتى بعد ما خسرتي كل شي طبعك ما تغير أبداً. إذا بدك تعيشي مرتاحة بعدي عن هذا البيت وللأبد. حافظي على شوية الكرامة البقيانة عندك، نصيحة مني. استني خدي يلي اجيتي مشانه،